يا إخوان، فعل الخير عجيب، فعل الخير عجيب. عندنا بالشام في جمعية خيرية اسمها جمعية الشيخ محي الدين ابن العربي في حي الصالحية. أمين سر الجمعية يكون ابن عمة والدي، محامي فاضل توفاه الله تعالى. هو قال لي، هو يعمل لوجه الله تعالى في الجمعية، يخدم الفقراء، يقدم للمحتاجين، لطلاب العلم الذين مساعدة، هيك لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عنده ابن صغير اسمه أنس. أنس كان يلعب في العيد بالشارع بالحارة مع الأولاد. في من الأولاد من معه هذا الفتيش والصاروخ الذين يلعبون به الأولاد، هكذا المفرقعات. ولد حرك صاروخا، طار الصاروخ، جاء إلى عين أنس وانفجر هنا في العين. حمل الولد الصغير إلى المشفى، فحصه الأطباء، قالوا الأمر خطير يحتاج إلى اختصاصيين أعلى. نادوا للاختصاصيين الأعلى، فحصوا، قالوا هذا الولد يحتاج إلى قلع العين مباشرة، نسأل الله السلام، تقلع العين. قالوا يا أبو فيصل، اسمه أبو فيصل هذا أمين السر، يا أبو فيصل ابنك يحتاج إلى قلع عين وبسرعة، لأن نخشى أن تتأثر أختها. قال ابني هذا أرجوكم، ما ممكن، ما في حل. قال ما عندنا حل. قال إذا أخذتوا إلى مشفى خاص، قال نفس الشيء، نحن نطبب في مشافي خاصة وهذه، قال في مشفى الهلال الأحمر، مشفى الهلال الأحمر. قال ما في شيء. قال إذا سافرت به خارج البلد، قال لا يوجد حلول. ونصيحة، الأمر سريع، قل لنا نفعل العملية أو لا. قال لا يوجد حل أبدا عندكم في الطب؟ قالوا أبدا. قال خلاص إذا ما في حل افعل. قال غدا الساعة 7 صباحا العملية. قال لي في مشفى الهلال الأحمر في شارع بغداد في الشام. قال لي أنا طلعت ماشيا من شارع بغداد إلى بيته في الشيخ محي الدين. قال أنا لا أرى أمامي، بكائي أبكي، رجل ابنه عمره 10 سنوات ستقلع عينه غدا. قال أبكي أخاطب ربي أناجيه، أقول يا رب الأطباء عاجزون، أنا عبدك، هذا أنس ابني عبدك، يا رب أنا أخدم عبادك من أجلك أرجوك. قال وأمضيت ليلتي ساجدا داعيا باكيا تاليا. أصبح الصباح، صليت الفجر. قال ونزلت ماشيا مكسور الخاطر هيك إلى المشفى، أنتظر أصل يعني حتى بعد ساعة تصير العملية. قال لما دخلت إلى المشفى صعدت إلى الطابق الذي فيه ابني أنس، فلما بدأت أمشي في الممر ظهرت زوجتي من داخل الغرفة، لأنه ترك زوجته عند ابنه. لما رأته صرخت، قالت يا أبو فيصل تعا شوف أنس. قال لي لما قالت لي هذه الكلمة أسقط من يدي، وظننت بأن أنس صار شيء معه، ركضت ما به. قالت ابنك أنس يرى بعينه. ماذا تقولين؟ الضماد على العين كشف هيك. أنس يقول بابا ماما هذه طاولة، هذه كأس، هذا. قال بابا أنس حبيبي أنت تراني؟ قال أراك. قال ما الذي جرى؟ قال جاء ممرض في الصباح من أجل أن يغير الضماد على العين، وإذ بالولد يقول خاطب من حوله يرى. جاء الأطباء في الساعة 6:30، لأنه بعد نصف ساعة سينزل أو الآن سينزل إلى غرفة عمليات. قال ابني يرى. فحصه الطبيب، قال هذا الولد ما في شيء، لماذا العملية؟ جيب الطبيب الثاني فحص، قال ما في شيء الولد عينه سليمة. الطبيب الثالث قال عينه سليمة. قال أبو فيصل أنت شو سويت؟ قال أنا ما فعلت، بس ملك الملوك هو الذي فعل، أنا أخدم عباده بفعل الخير، هو الذي فعل، شو أن تعود عين؟ الله عز وجل يا إخوان يحرك السماوات والأرض، ما معنى أن عين تعافى؟ الله، هذا نصيحة لوجه الله يا إخوان، افعلوا الخير. نصيحة لوجه الله، سارعوا بفعل الخير. نصيحة لوجه الله، اتركوا ما استطعتم خيرا في الأرض. تبسمك في وجه أخيك صدقة. سقي الماء، إطعام الطعام أفضل الإسلام، إطعام الطعام.
ما استطعت أن تأخذ بيدي ضعيف، أن تعين أخراق، أن تساعد محتاج، ما استطعتم أن تفعلوا، سواء بمد أفقي أو بمد شاقولي، حتى إذا نظر الله تعالى إلينا جميعا وجد عباده كلهم ينشغلون بفعل الخير حيث يحب ويرضى ربنا رب العالمين.